الشعر والأظافر. تفاصيل أكثر معك الدكتورة ريم شرابي المختصة في الأمراض الجلدية، الطب التجميلي والليزر بالرباط. صباح الخير. مرحبا. صباح الخير أخت جيهان، صباح الخير مستمعات والمستمعين. دونك اليوم غادي نطرق إن شاء الله للمضاعفات العلاج بالأشعة. صباح الخير فاطمة. صباح الخير أخت فاطمة. معنا الأخت فاطمة اللي غتواصل معنا هذا الصباح هذا إن شاء الله، ونشوفوا التجربة ديالها ونشوفوا كيفاش الوقاية، لأن هادشي كلشي يعني كيفاش ممكن نوقيو البشرة من هاد المسائل اللي تقدر تظهر مع هاد العلاجات. اليوم غنأمنوش أو لا غنأمنو بواحد المقولة اللي كتقول لك سال المجرب لا تسال الطبيب. ممكن نسولوهم بجوج. ممكن أو لا نسولوهم بجوج. لا بطبيعة الواحد الحال الواحد اللي تتكون عنده تجربة، يعني ماشي بحال شي واحد اللي ما عمره ما جرب المسألة بطبيعة الحال، وزعما حنا هنا غير باش نكملوا واحد النقط اللي يمكن تكون علمية ناقصة. ودائما في إطار الوقاية، ولا كنقولوا دائما بعض الحالات اللي كتكون فيها الوقاية احسن من العلاج. دونك اليوم غادي نتكلموا على مضاعفات الأشعة. دونك اللي خصنا نعرفوا ان هذه المضاعفات تقدر تكون حادة او لا مزمنة، يعني تقدر تبان سواء في الايام اللي كتتبع الحصة او لا في السيمانات اللي كتتبع الحصة، ولا تقدر تاخذ كاع شهور او اعوام باش تبان. غادي نهضروا عليهم بجوج. فوالا الوغ هاد المسائل هذه تتظهر لان داك الأشعة كتقتل الخلايا اللي عندنا الداخليه ديال الجلده اللي تنعيطوا لها سيلول بازال. ما تيبقاش داك القابليه ديال الجلده انها تجدد، يعني ما تبقاش داك الخلايا تتعاود ملي كتموت ما تتعاودش تحيا. داكشي علاش كيبان لنا هاد المسائل هادي. الوغ اللي خصنا نعرفوا انه بالنسبه للمضاعفات الحاده شنو تقدر يطرى، يعني تقدر تكون بحال اللي تنقولوا يابسه او لا فازقة، سيش ولا اوميد، يعني تقدر بالنسبه للسيش تقدر تظهر حروقات. يعني بحال سطحيه اللي هي مراحل، تيكون بحال الجلده كتولي حمراء كتبدا تحرق واحد شي شويه، من بعد كتقدر تبدا تعطينا واحد القشره، يعني بحال الواحد الا مشى للشمس وتحرق عادي. زعما هذه المرحله الاولى اللي كيكون اللي كتبان فوالا. الوغ اللي كيقدر يكون كذلك ان تكون فازقه بحال اللي تنقولوا تبدا تعطي الماء، يعني داك الاحمرار بحال اللي كيوليو فيه يبانوا فيه واحد البليصات صغيورين اللي تيبداو يبلجوا بحال الماء فوالا صغيورين تيبداو يعطيو الماء، وهذا تظهر سورتو في لي بلي، يعني في البلاصه ديال التنيات اللي تتكون ديجا هي فازقه، دونك تتزيد تفزك وتتبدا ديرونجي بزاف. الحاله اللي يعني الخايبه اللي تقدر الواحد يوصل لها هي ملي كتظهر قرحات، يعني قرحات يعني الجلده كاع تطير كاع كتسلخ، الجلده كتبوق، اولا في بعض الحالات تتوقع لا نيكروز، يعني داك الجلده بحال كتولي كحله وكتموت في خطره. يعني هذاك اللي كتكون المرحله شي شويه صعيبه. الوغ شنو كيقدر يطرى في المرحله المزمنه، يعني في بعد الشهور وحتى الاعوام اللي من بعد كتتبع هاد الاشعه هذه، هي ان لابو كتولي ديستروفيك، يعني ما كتبقاش داك الليونه ديالها. ما كتبقاش داك اللون ديالها، تتولي بحال كارطوني بحال قاصحه فوالا بحال قاصحه بحال، يعني ما تتبقاش داك الليونه ديالها. كتقدر كذلك يبانوا عليها واحد البلايص اللي تتكحل، يعني بحال الجلده تتموت فيها. واللي اللي خايب هو انه الله يحفظ من بعد سنين كيقدر يظهر سرطان آخر الجلده في داك البلاصه اللي خدات الاشعه. وهاد المسائل هادي، يعني هاد الظهور ديال هاد المسائل من بعد اعوام تقدر تكون سورتو الواحد الا مشى للشمس من بعد، يعني من بعد الاشعه ديالو بقى تيتعرض للشمس ولا ما تهلاش، اولا تعرض لدي تروماتيزم بحال جروحات ولا شي حاجه في داك البلاصه في داك البلايص اللي ديجا كان فيهم لذلك. يعني الناس اللي داروا الاشعه تخصهم مراقبه طول الحياه، لو سويفي طول الحياه، المتابعه الطبيه. شنو فيها هذه المتابعه الطبيه دكتوره ريم؟ المتابعه الطبيه يعني كل واحد كاين واحد لوتيك، لان مثلا الواحد ياخذ كل عام ولا من يسالي الاشعه ديالو يمشي يشوف يدير ان كونترول، يعني يشوف داك البلاصه واش ما فيها حتى ليزيون، يعني حتى بقعه بانت، حتى شي حاجه اللي ظهرات جديده اللي ماشي هي هذيك. وبطبيعه الحال ان الواحد يعني راه تيبقى يستعمل، حنا نتكلموا عليها
هذا يعني نعم كيفاش نعم كيفاش العلاج نعم وكيفاش الوقايه نعم ان واحد نعم الكريمات كيبقى الواحد كيسبع تيتابعهم ما تيتعرضش للشمس نعم المسائل ما يلبسش الحوايج مزيرين نعم الحوايج اللي غادي يديروا له الحساسيه نعم اولا لان داك البشره كتكون يعني ديجا راه تعرضت لمشاكل من قبل خاصنا نحافظوا عليها من بعد. الوغ بالنسبه للعلاج يعني منين كيظهروا هاد المسائل هذه على حسب بحال اللي قلت لك درجات الدرجه الاولى هو الاحمرار تنديروا غير ديك خام يعني من بعد الحصه ماشي قبل الحصه هذه تناكدوا عليها يعني تي ديك خام باش نحاولوا نرطبوا داك البلاصه تنبردوا عليها تنقدروا نستعملوا مرهمات ديال لي كورتيكويد لوكو ولكن باستشاره طبيه ماشي اي واحد اللي يديرهم تنقدروا نستعملوا كريمات ولا دي لوسيون اللي كيشربوا داك الفزاك اللي تيكون يعني دي لوسيون اسيشونت تنقدروا بعض الاحيان ملي تيكون يعني فقاعات ولا تيكون بحال حروق يعني متقدمه كنديروا واحد لي بلاك اللي كنستعملوهم يعني اللي كاينين تيتباعوا اللي فوالا تي سيكاتريزي وتيشربوا داك الماء اللي تيكون تي سيكاتريزي دونك تيعاونونا. الوغ بالنسبه للوقايه واللي هي مهمه واللي كنا الاخت فاطمه هي تقول لنا عليها اول حاجه نفسروا لذاك المريض شنو عنده وكيفاش خاصو يجيغي لان مهم ومهم جدا يعني دابا ولات يعني المحاوره راه دائما مع الطبيب ها شنو غدير ها شنو خصك دير ها شنو ما خصكش دير بطبيعه الحال ما يجيش الواحد يبقى يدهن اي حاجه ولا اللي قال له جارته ولا شي حد دير هذا الدواء اولا دير هذا الزيت اولا دير الواحد يدير هذه المسائل هذه وتنانسيستي سورتو على لي زويل اسونسييل يعني هادو اللي عاد الزيوت اللي عاد ولات اللي كيستعمل الواحد قبل الحصه لا قبل الحصة ما خاصنا نديرو حتى حاجة يعني ما ندهنو لا زيت لا كريم لا حتى حاجة ما نستعملو لا ديودوران لا ريحة لا حتى حاجة اللي تقدر تأثر على داك الجلدة ديالنا نعم. وبطبيعة الحال منين كنساليو نعم. الحصة عاد كنستعملو واحد الكريمات مرطبة ولا كريمات واقية بحال اللي قلنا يعني ما نستعملوهاش من قبل ولكن من بعد الواحد أن هاد الجلدة هادي كتنشف دونك دائما نستحمو بواحد يعني صابون مرطب ما يكونش فيه الريحه نعم. من الاحسن ما نحكوش يعني دائما ان دائما تنانسيستي على الكيس على الحمام السخون لا الصونا لا بيان سور جميع هذه المسائل هذه وكذلك ان الواحد ما يتعرضش للشمس خلال الفتره وحتى من بعد الفتره ديال العلاج. وكنظن يعني دكتور يعني في الساعه الثانيه مع البروفيسور سناء المجاوي اكيد غنتعرفوا على تفاصيل اكثر على كيفيه يعني الوقايه يعني او المتابعه يعني من بعد العلاج. هنا نمشي عند لاله فاطمه اللي هي تجربه كذلك يعني في مرض السرطان والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى لله. وفضل القوه والامل كذلك الواحد كيقدر يتحدى مثلا هاد يعني هاد الصعاب هادو لاله فاطمه هاد المضاعفات اللي تكلمت عليهم الدكتور ريم الشرايبي واش كان شي حاجه منهم او كانت حاده او لا يمكن ربما حتى الحالات عندها خصوصيه معينه دكتوره ريم اللي غادي نقول بعدا بالدرجه الاولى هي ان الحمد لله اللي ولينا كنتكلموا على هاد العلاجات التكميليه يعني لي سوان دو سوبور مهمين بزاف لان الواحد ملي كيتصاب بالسرطان اخر حاجه كيفكر فيها هي الجانب الجمالي ولا البشره ديالو استيتيك يعني اخر حاجه غنفكر بها ربما ما غنفكروش فيها كاع اذا كاين الوقايه ضروري الناس ملي الطبيب مثلا كينصح المريضه بانه راه ربما الجلد ديالك غادي ينشف خصك تعملي هذه ماشي خصك زعما كينصحها باش تبع واحد الوقايه. لقيتي هاد جواب من عند اطباء؟ نعم لقيتو الطبيب ديالي الله يجازيه بخير نعم دكتور العباس الغازي الانكولوج ديالي الله يجازيه بخير رائع بمعنى الكلمه ما كنتكلمش على الكفاءات عندنا اطباء اكفاء هذا لا جدال فيه كنتكلم على الجانب الانساني وهذا مهم والاستماع ديالو الاستماع والنصيحه يعني كيقرا المريض يقرا الدواخل ديال المريض يعني بدا معاك من الاول يعني من بعد الجراحه واخا انا ما درتش استئصال التالي ولكن درت بحال الناس كاملين درت الكيماوي درت الاشعه ودرت لوغمونو ثيرابي اللي هو تيقولوا الكينه ديال خمس سنينات اللي تيعرفوه الناس ولكن نرجع للجانب ديال البشره ليدغاتاسيون يعني الترطيب ضروري لانك كتنشف بالكيماوي تنشف بواحد الدرجه ما كتصورش على البال ملي كنوصلوا للاشعه بما انه يعني موضعي ومركز على واحد مثلا التادي كتكون الجلده رهيفه اذا وقعت لي حروق نعم وقعت لي حروق وكان الصيف يعني حتى الصهد والعرق وهذا ما مساعدش وانا كنت استعملت ليوزين يعني الدواء الحمر تيقولوا
بدون مراهم، والحمد لله داز داك الشيء ماشي مشكل. هادشي كنستحملوه على ود النتيجه اللي كنتسناو، نتسناو نتيجه ديال الشفاء. ماشي شحال من حصه درتي ديال الكيماوي لاله فاطمه؟ الكيماوي درت 6 الحصص، ثلاثه ديال تيقولوا الدواء الاحمر، البروتوكول ديال ثلاثه ديال الحصص، وثلاثه تيقولوا الدواء الابيض هذا هو المتعارف عليه. في الاشعه، في المجموع في الاشعه، بما انني انا ما استأصلتش تالي كانت 25 حصه، وعاد 8 ديال الحصص في لاسيكاتريس، في الموضع اللي زال منه الورم. نعم. إذا كانت شوية طويلة، ربما هذا الشيء اللي سبب الحروق اللي وقعت لي. نعم. والتعب ديال الكيماوي، يعني ملي تيجي الأشعة ما كان ما تيبقاش داك التعب، ما تيبقاش داك المرض، ما تيبقاش ديك الأعراض الجانبية. نعم. وديك كيجينا خفيف وما كنحسوش به، وكنوليو كنجيريو راسنا براسنا، ما تيبقاش اشكال. دابا كاين سويفي، كاينه متابعه، كاينه متابعه. نعم نعم، خصوصا يعني على البشره، الاظافر، الشعر. مشى ديك الشعر في هذيك الوقيته؟ مشى ديك الشعر في هذيك الوقيته، ناض من بعد وما كاينوش بنفس الكثافه للناس كاملين. نعم. كاين اللي كينوض لهم شايب، كاين اللي كينوض لهم طبيعي، كاين اللي كينوض ينوض اكتف من ما كان قبل. سبحان الله. كل واحد على حسب الدواء، يعني هادشي اللي تحدثنا عليه على حسب الدواء اللي كنستعملوا. وكذلك اللي بغيت نشير له انه بالنسبه للمضاعفات ديال الاشعه، ال ديبون ديال الشخص، يعني كل شخص كيفاش غيتجاوب، على لاج ديالو، العمر ديالو، على واش كي عنده عوامل اخرى بحال الوراثه، بحال التدخين، بحال هادو كلهم تيزيدوا على لا دوز اللي كيديروا. يعني الواحد الا درنا له واحد لا دوز اللي كبيره، ماشي بحال واحد اللي درنا له. وكذلك على لو فراكسيونمون، يعني داك لا دوز تنديروها طريفات طريفات، ما تنجيوش فوالا، ما تنجيوش ونديروها كلها. الوغ اللي بغيت نشير له على تحدثي على واحد المساله اللي هي الضوء الاحمر. يعني الضوء الاحمر كدواء بحال احنا تنعرفوا ان عنده واحد يعني فعاليه ديال تينشف، يعني هو تينشف، يعني نقدروا نستعملوه بالنسبه للبلاصه اللي كتكون فازقه ولكن ناشفه، راه ما يصلح لهاش. واللي بغيت نشير له ان هذاك الضوء الاحمر غالبا ما تيكونش معقم، فهمتي؟ دونك تيقدر يكون عنده يعني تعفن ولا شي حاجه. دونك حنا ما بقيناش كنصحوا به بزاف، فهمتي؟ تنصحوا سورتو بواحد الادويه اللي كتكون يعني تتدار لذاك داك المساله هذيك، واللي كتكون اسي شونتي، يعني كتنشف. هي كتنشف. نعم نعم. وحتى تجربتي هذه ديال 7 سنين، اذا ربما تطور الطب وتطورت. نعم الاشياء فعلا احسن للاحسن. شكرا لكم على تواجدكم معنا في فقره حروف الزين. شكرا لك دكتوره ريم الشرايبي، نتمنى الشفاء للجميع ان شاء الله، وان هذه المرحله يعني تدوز بسلام، والواحد غير خصو يبقى قابض في المورال ديالو. مهم ومهم جدا، معنويات مهمه جدا. شكرا لك دكتوره ريم الشرايبي، مختصه في الامراض الجلديه والطب التجميلي. والله يضرب الرباط لاله فاطمه، بقى معنا كتجربه في مرض سرطان الثدي، ودائما معك في كل فقراتنا، الا وغتضيف لنا اضافه مهمه مفيده إن شاء الله. وجميله ظريفه وخفيفه بحالك لاله فاطمه. الله يحفظك. شكرا.